متابعي كرة القدم، نقدم لكم اليوم موعد مباراة الهلال السوداني وتوجو باور التي تقام بإياب دور الاثنين وثلاثين من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الأحد 18 مارس 2018. كما نقدم القنوات النقلية للمباراة بالتفصيل. تقام المباراة اليوم على ملعب الهلال بمدينة أم درمان بالسودان، ويذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق توجو باور بنتيجة 2-0. وتقام مباراة الهلال السوداني وتوجو باور الأحد 18 مارس 2018 في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والتاسعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات، والثامنة 9:30 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والخامسة 9:30 بتوقيت جرينتش. كما تذاع المباراة على قناة بي إن سبورت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.